أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نجاح اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة على مدار السنوات القليلة الماضية في التغلب على معظم التحديات والمشاكل التي تواجهها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع ناظره الأردني بشر الخصونة عقب انتهاء اجتماعات الدورة 31 للجنة العليا. والحقيقة إنني سعيد اليوم، وده الحقيقة اللي أنا يعني أوضحته النهاردة في بداية الجلسة، إن إحنا على مدار السنوات القليلة الماضية تغلبنا على أغلب التحديات والمشاكل اللي كانت بتواجه واللي كانت دائما موضوع لنقاش اللجنة المشتركة، وأصبح النهاردة بننتقل إلى علاقة أخرى، إن إحنا بننظر إلى تطوير العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا في مشروعات جديدة. بنتكلم مش يعني انهينا الحمد لله كل المشاكل والتحديات، ولم يعني يعد غير حاجات بسيطه جدا، ولكن اصبحنا النهارده بننتقل في علاقاتنا الاستراتيجيه نحو كيف يعني نزيد وندعم من العلاقه والروابط في مجالات المستقبل، مجالات مثل الطاقه الجديده والمتجدده، طاقه الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء، والعديد من المشروعات الهامة التي تحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا.